صباح الخير، صباح الجمال على حبايب قلبي مشاهدين شاشة النهار، وحبايب قلبي مشاهدين برنامج مطبخ دايت. طبعا وحشتوني جدا جدا والله مش ببالغ، بس فعلا وحشتوني. انا حسيت كده ان انا غبت غيبة طويلة، بس والله يعني وعكة صحية كده الحمد لله بفضل دعواتكم، يعني وطبعا بعد فضل ربنا ودعوات امي ودعواتكم كانت بتوصلي والله كلها الحمد لله. يعني الدنيا قامت اهو بالسلامه ورجعت لكم تاني عشان نرجع تاني وتالت ورابع، عشان انا قلت احنا مش هنطلع من برنامج مطبخ دايت غير واحنا مهتمين بصحتنا خاسين. ما احنا طول ما احنا خاسين يبقى صحتنا كويسه. مش بس ان احنا نخس، لا ده حتى اللي بيشتكي من النحافه هيتخن وهيبقى بوزن صحي. يهمني جدا لما نيجي نخس بصحه، يهمني جدا لما نيجي نتخن بصحه كويسه. طبعا قبل ما ادخل في موضوع الحلقه، ما تنسوش زي ما عودتكم ان الارقام الموجوده قدام حضراتكم هي الارقام الوحيده اللي من خلالها هتقدروا تتواصلوا معايا طول الحلقه. نرغي براحتنا بقى ونصدع نفسنا بقى، نشوف ايه المشاكل الصحيه اللي مضايقانا. لو عندك مشاكل في شعرك بيقع، لازم تبقي عارفه كويس جدا ان ده بيبقى فيه خلل في هرمونات جسمك، ممكن نقص بعض الفيتامينات والمعادن في جسمك. لو بشرتك فيها مشاكل نفس الشيء برضو. طيب يا دكتور، لو انا عايزه اخس، عايزه اعرف ازاي انزل في وزني من 2 كيلو؟ يعني انا بتجيلي حالات عايزه اخس 2 كيلو لا وما بستهونش بيها خالص، بالعكس هي ممكن بالنسبه ل 2 كيلو دول بيبقوا مضايقينها في منطقه مش عارفه تلبس منها، وهي بتبقى غالبا منطقه البطن والجناب لحد بقى اللي هي السمنه المفرطه الكيلوهات الكتير قوي. فكل الحاجات دي بامر الله احنا برنامجنا بنتكلم عنه كده، وقريب كمان يعني مع الوقت بقى وناخد على بعض والعشره وكده هتلاقيني بقى بنبدا نعمل الاكلات الدايت اللي فيها سعرات حراريه قليله لاولادنا، عشان الاولاد اللي عندهم سمنه مفرطه سواء بنات او اولاد، وكمان لينا احنا ككبار مع الوصفات اللي بتساعد معانا في تعليق حرق الدهون، او بتساعد معانا ان احنا ناخد مينرالز وفيتامينات طبيعيه من الوصفات اللي انا بعملها عشان نفيد بيها برضو جسمنا او شعرنا او بشرتنا. فالارقام اللي موجوده على الشاشه هتقدروا تتواصلوا معايا بيها طول الحلقه، وكمان بعد الحلقه ممكن تكلموني برضو وتكلموا الكروب بتاعي ولنفس الارقام عليها واتساب. يعني انتوا كسلانين، اللي عايز اي شيء سؤال او اي شيء انا اتكلمت عنه انتوا حابين تعرفوه برضو من خلال الارقام اللي على الشاشه، ممكن تبعتوا للكروب بتاعي على الواتساب او تبعتوا اسئلتكم كلها. وزي ما عودتكم الحلقات اللي فاتت كل حلقه بجاوب على اسئلتكم من خلال صفحه الفيسبوك، هتبقى قدامكم دلوقتي على الشاشه. الصفحه مهمه جدا عشان انا بوصل من خلال اسئله. هو انا مش ادمن على الصفحه، ولكن انا بحب قوي ادخل اشوف الكومنت بتاعتكم. يعني في بقى اللي كانوا بيسالوا عن جبتي ايه يا دكتور، جبتك طولت قوي. طب يا دكتور في حاجه، طب الف سلام عليكي. فبجد مبسوطه قوي ان كده ان انا فعلا حاسه ان انا عندي عيله تانية، وهي عيله مطبخ دايت، عيله حبايبي الحالات بتاعتي انتوا عيله مطبخ دايت. سالتوا عليا كتير جدا، شكرا. فعشان كده بقول لكم اي شيء حابين تسالوا عنه لإلا من خلال الارقام واتساب، او تكلموني الارقام اللي على الشاشه، او تبعتوا على صفحه الفيسبوك اكتبوا لي كل اسئلتكم، وانا على الهواء مباشره امام حضراتكم بامر الله كل اربع وخميس هكون معاكم هنا على شاشه النهار الساعه 11 صباحا. والاعاده يعني لسه بنظبط الاعاده، غالبا ممكن تبقى الصبح او سبت حد، لسه بنظبط تاني الاعاده وهبقى انوه عنكم في الاعاده. فبكده دي وسائل التواصل هتقدروا تتواصلوا معايا بيها. طيب بما ان بقى انا كنت غايبه وعيانه وكده، فانا قلت لا انا هرجع لعائله مطبخ دايت حبايب قلبي عشان وحشتوني. النهارده باذن الله ولمده اسبوع، يعني انا معاكم اربع وخميس ومعاكم طول الاسبوع، يعني مش اربع وخميس والاربع والخميس الجايين، لا يعني من النهارده لحد الخميس الجاي بامر الله في هدايا، بس الاول 100 متصل فقط. وليه بقى باكد على الموضوع ده، احطه تحتها 100 خط، علشان انا كنت دايما بعمل يعني الاداره معايا كانت دايما تعمل العروض دي، فبعض الناس بدات تزعل يا دكتور انا
ما لحقتش ان انا اخد هديه يا دكتور، انا ما لحقتش مش عارفه اخد ايه. فده والله بصوا يعني الحاجه اللي بقولها خدوها كده دايما، ايه ما برجعش في كلمتي ابدا، عارفين في ده. بس بعد كده بقى بنعمل حاجات على فكره افضل، وتيجي الناس القديمه تقول يا ريتنا خدنا العرض ده. فالاول 100 متصل بامر الله، كل اول 100 متصل بتسيبي رقمك للكرو. لو انا برشحت لك حاجه للتخسيس، رشحت لك حاجه مينرز او فيتامينات في جسمك قليله، رشحت لك حاجه لشعرك، رشحت لك حاجه لبشرتك، مجرد انت ما بتكلميني وبتسيبي بياناتك كلها طبعا للكرو عشان الحاجه اللي رشحتها لك توصلها لك، بتوصل لك معاها الهديه بتاعتك اللي هي الاول 100 متصل. طب يا دكتور ايه هي الهديه؟ يعني شوقتينا. مجموعه شامبو، مش شامبو بقى بس عشان احنا مش بخل على فكره، ما كانوا عايزين شامبو بس، بتقولوا ايه البخل ده، ما تحطوش للناس شامبو عشان يهتموا بشعرهم، يعني نخس ونهتم بشعرنا وبشرتنا. فهي مجموعه شامبو، مجموعه الشعر عامه كلها اللي هي الشامبو والليسيون والسيرام. الشامبو طبعا طبي، السيرام طبي، الليسيون طبي، كل حاجه لها استخداماتها. وطبعا البنات والستات عارفين بيستخدموا الحاجات دي ازاي، وانا هقول لكم برده استخداماتها ازاي، ولازم تكونوا عارفين ان هي طبيه، يعني تستخدميها حتى لو عندك بنوته شعرها فيه مشاكل، شعرها فيه هيشان، مفيش منه اي مشكله، جميل جدا بخلاصه البانسينول، بخلاصه الالوفيرا، في الارجان، في بخلاصه الصبار، جوز الهند، لا في حاجات بصراحه الزيوت اللي فيها حلوه جدا جدا عشان تغذي بصيله الشعر. انا هدفي مش ان انا نعم شعرك، او هدفي ان انا نعم شعر بنوتك او ابنك، لا انا هدفي ان احنا نغذي الشعر الخفيف او الشعر التقيل المجعد، يبدا يبقى فيه لمعه ومفروض فرد طبيعي بدون بقى كرياتين وبروتين وبروتين والحاجات اللي انا ما بحبهاش خالص، يعني لانها دلوقتي بتديكي نتيجه حلوه قوي بس قدام تلاقي شعرك كده بيقع بطوله وتقعدي تدعي بقى ليل ونهار على اللي عملوا لك كرياتين وبروتين. فعشان كده مجموعه الشامبو والليسيوم والسيرم، شامبو طبعا ساعه الشاور بتستخدميه انت او اي حد في البيت، جوزك بنتك كده يعني، وبعد كده بتحطي السيرم وتحطي الليسيوم. ممكن مره تحطي ليسيون ومره تحطي سيرم، بيبقى حلو جدا وقت تسريح الشعر، خصوصا لو بنوتك شعرها ملعبك او كده، فهو امن تماما طبي، ممكن تستخدميه ليكي او لاولادك. فهي دي الهديه، فحلوه جدا. انت ممكن والمجموعه كبيره، انت ممكن تقسميها، يعني انت مثلا بتخسي دلوقتي وانا رشحت لك مثلا سيل مورينجا، اتكلمت عنها كتير وانتم عارفين المواد الفعاله اللي فيها حلوه قوي للخسسان، فلما تجيلك المجموعه ممكن تقسميها بينك بين صاحبتك بين اختك او تستخدميها انت والاسره. طيب تعالوا ناخد مداخله ونرجع بقى نتكلم في موضوع الحلقه الاسبوع اللي فات، خدت كل ارائكم وايه الحاجات، وانا زي ما انا قلت لكم ان انا بحضر حلقتي بيكم انتوا وباسئلتكم انتوا. مين معانا؟ هند من كفر الشيخ. يا هند. الو، صباح الفل يا هند، منوره منوره مطبخ دايت، منوره شاشه النهار. يا دكتور انت اللي نورتي الصراحه حبيبتي. علي صوتك طيب يا هند عشان اسمعك. سامعيني كده؟ انا خارجه من عيا، بصي ودني بتصفر، فعلي صوتك عشان اسمعك. انت طب كده سامعاني كويس صح؟ ايه يا حبيبتي؟ لا انت سامعاني طيب ولا معاكي؟ اه كده سامعاكي. اه تمام. ازيك يا دكتور عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. يا دكتور انا كنت عايزه اقول لك مشكلتي، انا كنت مستناكي ترجعي الصح عشان اتصل بيكي. حبيبه قلبي ربنا يخليكي، قولي لي طبعا، انا هنا عشان اسمع مشاكلكم. بص يا دكتور انا طولي 165. 165 تمام. ووزني 140. وايه؟ وزني 140. وزنك؟ انت عندك برد فالصوت مخنف، بس انا سمعتها حاجه ثانيه. لا بلاش لا. اقول سمعتها ايه. وزنك 140. ايوه. طيب وها قولي لي. بس بقى يا دكتور وعملت دايت مع نفسي، خسيت 10 كيلو بس رجعتهم اكتر. رجعتيهم اكتر؟ رجعتهم 15 كيلو تقريبا. يا نهارك يا ابيض. طب ليه كده؟ ما كنا وقفنا على 10 كيلو حلوين قوي، ده انت عملتي انجاز. بس قولي لي خسيتيهم في قد ايه؟ مثلا 3 شهور. 10 كيلو في 3 شهور؟ 3 شهور، 3 شهور ونص كده، يعني كانت فتره طويله بصراحه. الحالات بتاعتي هتشوف عشان تعرفوا، ها 10 كيلو دول بتخسوهم في 15 يوم. قولي لي طيب الرجيم اللي انت كنت ماشيه عليه، يعني كنت متابعه مع حد متخصص في التغذيه؟ هو انا تابعت فتره مع حد، بعد كده انا بطلت لانه كان بيخليني اعمل جلسات وما كنتش بحس ان هي بتجيب نتيجه اصلا.
الجلسات اللي هي الميزوثيرابي والكلام ده، الكافيتيشن جلسات وكده. كده كتير، وكنت بعد كده بطلت، وبقيت بعمل معاه يعني بقلل الاكل في البيت الكلام ده كله، ورحت يعني حلو ان حسيت انت زي اتصرفتي من دماغك، يعني حلو انت اتصرفتي وبتشوفي ايه الحاجه اللي تساعد جسمك في الخساسان. بس المشكله ان انت وقفتي وزدتي. طب انت زدتي ليه؟ ما هل انا بعمل، شهيتك فتحت فجاه؟ هو انا باكل يعني، باكل، ورجعت اكل تاني عادي يعني طبيعي، بفطر وبتغدى وبتعشى يعني، باكل على مدار اليوم، بس مره واحده رحت رجعت زدت تاني، وزدت اكتر ما كنت. يعني انت ال10 كيلو اللي خسيتيهم زدتيهم وعليهم 5. فرحانه بيكي والله قوي يا هند. يعني في ديني بقى يعني يا دكتوره، في ديني بقى. انت عندك كام سنه؟ طب يا هنوده 26. 26، صغنونه يعني. عندنا الحرق هيبقى كويس، لان كل ما بنكبر في السن حرق جسمنا بيقل، دي معلومه على الماشي يعني. طيب بصي يا هند، في اي مشاكل بتواجهك في شعرك، في بشرتك؟ عندك خمول، همدان، حاجه غريبه كده في جسمك انت مش مرتاحه لها وما هو انا فكرتيش بدوخ؟ تكشفي؟ لا بتدوخي؟ هو انا بدوخ. طب عملتي اي تحاليل من قريب، لا سواء ما صوره عملتش، دم او كده او الكلام ده؟ لا خالص. طب عندك سكر من النوع الاول او الثاني؟ انت صغيره يعني، بس برضو لا ده عادي بيجي. عندك ضغط؟ عندك قلب؟ لا الحمد لله ما فيش. الحمد لله. ليه بسأل الأسئلة دي؟ لأن ساعات بيجي لي حالات عادي صغيرين في السن وعندهم المشاكل دي، فهماني؟ ما بتفرقش معايا في العلاج لعلمك، بس أنا أحب أعرف الحالة بالظبط إيه، لأن أنا مثلا رشحت له حاجة للتخسيس فبأدي له معاها معادن أو فيتامينات تساعد مثلا في حل مشاكل السكر، تنزل الأنسولين في الدم، نساعد البنكرياس إن هو يفرز الأنسولين بتاعها، فهماني؟ طيب وشعرك أخباره إيه؟ هو يعني شعري بيقع، بيجي عليه وقت كده بلاقيه بيقع بطوله. طيب احمدي ربنا بقى إيه إن أنت من ضمن الفايزين، ومعاكي أنت من ضمن ال100 متصلين، أنت أول واحدة أصلاً. فما تنسيش قولي للكرو بتاعي أنا عايزة الهدية بتاعتي، مجموعة الشامبو اللي دكتور بسمة قالت عليها. دي بالنسبة للهدية بتاعتك يا هند. تاني حاجة أنا عايزاكي تاخدي المورينجا. المورينجا اللي سمع قبل كده وشاف الحلقات اللي فاتت واللي ما شافش هلخصها لكم في عجاله. المورينجا يا هند عباره عن حاجه قويه جدا بتقلل الشهيه، بتقلل الشهيه مش بتمنعها، بتقللها. طب ايه يا دكتور الحاجه دي؟ مواد معينه ونبات معينه. نبات المورينجا استخلصوا منه ماده اسمها الزياتين وماده اسمها الاستايل كولين. المادتين دول مضادات اكسده، انتي انفلاماتري، مضادات التهاب، مضادات كانسر، بتساعد على فتح الاوعيه الدمويه وضخ الدم الى الشرايين. فكده انا قلبي صحه كويسه، ضربات قلب السريعه دي خلاص بقى ننساها. بعمل خطوتين يا دكتور بنهج، مش قادر اتحرك، بعمل اي مجهود بنهج. كل ده بسبب ان الاوعيه الدمويه عندك بتبقى مقفوله بسبب الدهون الزياده. المورينجا فيها 64 فيتامين ومعادن مهمه جدا جدا لجسمنا، ومن ضمنهم ماده الاسيتيل كولين وماده الزياتين. المادتين دول اصلا بخصوص ماده الزياتين بيستخدموها اصلا دكاتره التجميل في الفيلر والبوتوكس والحاجات دي، فهي مهمه جدا لتجديد خلايا البشره، مهمه جدا لجسمنا. انا يعني شفتوا هي المورينجا بتخسس، لا كمان وبتساعد، بتمد جسمنا بالفيتامينات والمعادن، وبتساعد كمان ان احنا نحرق دهون المختزنه. ان احنا عندنا حاجه زي اقول لكم بالبلدي جردلين، جردل كبير كده ده مخزون الدهون بتاعنا، وجردل تاني صغير كده ده اسمه الجلايكوجين. الجلايكوجين ده مخزون السكر، بس ده صغير مخزون السكر، والمخزن التاني ده مخزن الدهون. اللي انت عماله تاكلي مثلا رز ومكرونه وعيش ودهون، فكل ده اللي انت بتاكليه بيتحوش في المخزن. الجلايكوجين يحرق على قد ما بيحرق، والبنكرياس يفرز انسولين ويحرق على قد ما يحرق بالنسب اللي هو هيقدر عليها، وبعد كده الباقي تتحول دهون وتترمي في الجردل الكبير المخزن اللي موجود جوه جسمنا. عشان انا اخلص من مخزن الدهون ده، الجردل الكبير ده، لازم اجي عنده واتخلص منه. كل ما هاجي عنده الجسم، المخ يبعت اشاره يقول لك لا في لسه نشويات وفي سميات وفي سكر داخل، فحضرتك مش هتحرق من الجردل ده، نو واي. لا يا بابا، احرق لي الاول المكرونه والرز اللي نازلين. فدايما الحاجه اللي بتعرف جسمك انت هتحرقي ايه الانسولين. الانسولين هو المتحكم في جسمك. النهارده انت هتحرقي
ولا لا، جسمك هيفضل في معدل حرق ولا لا، سواء النهاردة بكرة. فإحنا بإيدينا نقدر نخلي جسمنا ماشينة حرق، ده اللي بيعمله المورينجا، عشان كده أنا بحبه جدا لأنه بيعلي حرق الجسم بطريقة رهيبة. أولا أنا يهمني أن أنا أحرق من الدهون القديمة. ليه يا دكتور؟ ما هي الدهون القديمة دي اللي هي مضايقاك، اللي هي الكرش، الكرش اللعين، اللي هي الجناب، اللي هي الأرداف، اللي هي الفخاد، وبعد كده آخر حاجة بقى اللي أنا بشوفها من فوق بقى اللي هي اللتانيات الظهر ودهون الذراع. كل دي دهون مختزنة اللي هي في الباسكت أو في الجردل الكبير اللي موجود في الجسم، وسكر مختزن في الجردل الصغير اللي اسمه الجلايكوجين. فأنا يهمني أحرق الدهون المختزنة دي في الجردل الكبير، عمري ما هعرف أحرقها طول ما أنا لسه عمالة باكل كربوهيدرات. عشان كده في حاجة اسمها كربوهيدرات فريكوينسي، يعني ما يهمنيش كمية النشويات أو الرز والمكرونة اللي أنت بتاكليها، على قد ما يهمني كم مرة بتاكليها. طول ما لو كلتيها مرة في اليوم يبقى جسمك طول اليوم مش هيحرق الدهون المختزنة اللي متضايقة في جسمك، هيحرق الوجبة اللي أنت بتاكليها على مدار اليوم كامل. يشوفي جسمك يقعد يحرق شوية الرز أو المكرونة طول اليوم، يجي حد يقول لي لا يا دكتور بقى معلش ده انا باكل معلقتين رز ومعلقه مكرونه، لا يا حبيبتي تعالي على جنب كده، بيفضل طول اليوم يحرق معلقتين الرز ومعلقتين المكرونه اللي انت كلتيهم ونص رغيف العيش اللي انت كلتيه، ويفضل الجردل الكبير اللي مليان دهون موجود زي ما هو، مش هيحرق منه تنتوفه على جثتي ان هو يحرق طول ما حضرتك عماله تاكلي معلقه الرز ومعلقه المكرونه دي. بقى الناس اللي بي 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 بتحاول تستخف بيا، ده انا باكل معلقتين والكلام ده ممنوع. عايزه تحرقي الدهون القديمه، بطلي الدهون الجديده فتره على ما تحرقي الدهون الجديده القديمه، تبدا بعد كده جسمك ينضف، يبدا تحرقي بقى ايه النشويات اللي انت بتاكليها. انما ما اروحش عندي كميه دهون بقى لها 20 سنه مختزنه في مخزن الدهون في جسمي واقعد اكل برده رز ومكرونه، مش هيحرق القديم، هيقعد يحرق في الجديد، فيفضل عندك الكرش، هيفضل عندك الجناب، هيفضل عندك الوسط وهكذا. طيب ماده الزياتين والاسيتايل كولين والفيتامينات والمعادن الموجوده بتخلينا ان احنا نحرق دهون الوجبه اللي انت بتاكليها، بس مش معنى كده انك تاكليه برده رز ومكرونه وتحرقي الدهون المختزنه اللي هي في الجردل بتاعنا اللي هي مش عايزه تتحرق غير لما نحرق الجديد او نوقف نشويات، فنحرق القديم اللي موجود عندنا. فعشان كده دايما بحب قوي ارشح لاغلبيه الحالات المورينجا. المورينجا بتخسس بطريقه كبيره جدا. عايزه اقول لكم ان انا سنين، انا قعدت سنين بواظب عليها، مفيش حد ما كانش تخين، مفيش حد جسمه، مفيش حد ما كانش عنده كرش، ما في استحاله، مفيش حد ما كلش سكريات بالعبيط، ما حدش ما كانش بياكل زيوت محمره، كل الحاجات دي بتعمل دهون، كل الحاجات دي بتعمل فاتي ليفر، بتعمل دهون على الكبد. بس الرقه في الاخر ان انا اخلص من كل السميات دي واخس على نظافه، اخس على نظافه، فاهمين ازاي؟ فعشان كده انا عايزاكي تاخدي المورينجا، وما تنسيش يا هند الهديه بتاعتك. وكمان نقط الحرق مهمه جدا، عشان نقط الحرق قلت بخلاصه اعشاب مهمه جدا بتساعد معانا ان احنا طول اليوم نحرق، يهمنا نحرق طول اليوم من الصبح لبالليل، مش وقت من 6 8 ساعات، لا، طول ما حرق جسمي يعلى طول ما هخسر دهون، اعرفوا كده، حرق جسمي يعلى هخسر فات، حرق جسمي يعلى هخسر فات، حرق جسمي هيقف الفات هيفضل موجود في جسمي اللي هو الدهون بل بيزيد، فيبقى انا كده ما عملتش حاجه. فهو ده اللي انا ايه عايزاك يا هند ايه تواظبي عليه وتتابعي مع الكرو وتقولي لي على طول. لو انت طبعا حابه تتابعي معايا مفيش مشكله طبعا. طب تعالى ناخد مداخله ثانيه. مين؟ دنيا. دنيا من الغربيه. الو يا دنيا. الو يا سامعاكي، صباح الخير. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، وحشتني جدا جدا جدا، انا كنت مفتقدك الايام اللي فاتت. يا روح قلبي، خدي وبص على الهواء. وحشتوني والله، انتوا كمان قوي. انتي وحشتينا جدا. الحمد لله. يا وافتقدنا معلوماتك اللي بتقوليها كل يوم الصبح. رجعت لكم اهو عشان انتوا حرين اهو. لا بس انا برضه ما كنتش سايباكي، كنت بتفرج عليكي على القناه الثانيه. حبيبه قلبي ربنا يخليكي. وهو كان بيجي كمان، الاعاده كانت بتيجي على الشاشه برضه، فهتروحوا مني فين؟ ما تقلقوش، ده انا راجعه لكم بقى. بصوا ده انا هعمل لكم هاشتاج كده اللي هو ايه، خب وحلالكم المله راجعه لكم. فانا انا عامله هاشتاج كده وهعمل لكم هاشتاج كده بعد الجيبه دي، خب وحلالكم المله راجعه لكم على طول. طيب قولي لي يا دودو، قولي لي مشكلتك. بصي يا دكتور، انا دلوقتي بقالي فتره زايده زياده مش طبيعيه، يعني انا كان وزني الاول
على طول انا ما بزيدش يعني، انا على طول مثلا وزني 60 65. تمام حلو. انا بقالي فتره وزني دلوقتي بقى بالظبط 83. يعني 3 شهور طبعا في الزياده دي، بس انا خدت كورتيزون. خدتي ليه؟ كان في حاجه مرضيه؟ انا كان رجلي بس كانت تعبانه شويه، فالدكتور اداني حاجه فيها كورتيزون. ماشي. وبعدين وقفتيه ولا لسه ماشي عليه؟ لا خلاص الحمد لله انا وقفته. طيب تمام. عندك احتباس طبعا في الميه، عندك احتباس ميه في الجسم. بالظبط، وانا اصلا خلاص قربت اتجوز، فمحتاجه ان انا اخس بسرعه جدا، لاني فعلا مش عارفه البس كل اللبس اللي انا كنت جايباه. يعني التخن اللي عندك من الكورتيزون، فانت منفوخه ميه ولا كمان في فات في دهون؟ لا انا حاسه ان انا عندي دهون وعندي ميه. بتاكلي رز دي ومكرونه؟ رجلي قوي. بتاكلي رز ومكرونه ومحمرات وسكر كتير والكلام ده؟ بصراحه بقيت باكل بالليل جدا. طيب وتقولي لي انا حاسه ان انا عندي دهون؟ ده عندك دهون، ده عندك دهون ودهون في الكبد كمان. انا تعبانه جدا ومحتاجه ان انا اخس. خلي بقى، بص بقى دايما يقول لي محتاجه ان انا اخس، وبينسوا خالص لما الناس بتبقى غريبه قوي لما اقول لهم انتوا عندكم دهون على الكبد على فكره. لا طيب ماشي خسسيني طيب رجلي عشان انا هتجوز، انت عايزه ايه يعني؟ دهون على الكبد والله العظيم دهون على الكبد، دي ما فيش حد فينا ما عندوش دهون على الكبد، اي حد عنده كرش عنده دهون على الكبد، اي حد عنده انسولين ريزيستنس عنده يعني بالعربي مقاومه انسولين عنده فاتي ليفر، دهون على الكبد. دي الحاجات يعني ايه اللي تبقوا عارفينها. وبعد كده هقول لكم ايه الاعراض اللي ممكن من خلالها بديل التحليل تعرفوا ان انتوا عندكم فاتي ليفر. زي ما انا قلت مثلا لو انت عارف ان انت عندك مقاومه انسولين، لو انت عارفه ان انت عندك مقاومه انسولين لازم تعرفي ان انت عندك دهون ثلاثيه على الكبد، لو انت عندك بطن او عندك كرش لازم تعرفي ان انت عندك دهون ثلاثيه على الكبد. دي من الحاجات اللي ممكن نقدر من خلالها نعرف احنا عندنا دهون ثلاثيه على الكبد. من التحليل بقى نقدر نعرف النسبه قد ايه ونبدا نعالج على هذا الشيء. فبصي يا دودو، معلش بس انا ممكن اقول لك على حاجه؟ قولي لي. انا برضو يعني برضو حابه اشكر حضرتك، يعني انا نسيت طبعا اقول لك في اول الكلام، بس انا والدتي كانت معاكي الشهر اللي فات، هي الحمد لله خست دلوقتي 14 كيلو. الحمد لله. انا شايفه ان دي زياده بسرعه، بس انا هي مرتاحه ومبسوطه جدا وما جالش عليها اي تاثير سلبي، يعني بالعكس انا مبسوطه، وعلى فكره ده شجعني ان انا اكلمك. انا هي اصلا كانت رافضه ان انا اخد اي حاجه، جربت في نفسها. بالظبط. لان انا قلت ما فيش حاجه، هو انا برشح اعشاب ومكملات غذائيه، تفتكري دي ممكن تضر حد عنده سكر نوع اول او تاني؟ بس كان اصلا ده بيعالج السكر النوع التاني. دي حقيقه على ما اكذبش اقول بيعالج الاول، لو قلت كده يبقى انا كذابه بلح ما بغشكم. لا النوع الاول خلاص ادام دخلنا وخدنا انسولين بس نخفف اعراضه، نخفف ان احنا ناخد انسولين، انما النوع التاني لا بيتعالج. مشاكل في القلب لا بتتعالج، مشاكل في الضغط لا بتتعالج، لما تخس بصوره صحيه هتتعالج من كل ده. لو انت عندك مشاكل في العظام هتتعالج، بس انت فكر ان انت ازاي تخس، تخس بصحه. لو مش هتخس بصحه مش هتابع معاك، مش هيفرق معاك. فاهماني يا دودو؟ ما تنسيش بقى بما انك عروسه طبعا، ما تنسيش بقى الهديه بتاعتك مجموعه الشامبو والليسيون. كلمي الكرو وقول لهم انا ليا الهديه بتاعتي مجموعه الشامبو، وطبعا سلمي لي على ماما كتير جدا وخليها تدعي لي دعوتين حلوين. ويا ريت بقى عايزين نثبتها على الوزن ده عشان ايه ما تنزلش فيهم تاني وترجع تصوت لنا وتقول لنا الحقوني ده انا تخنت تاني. وعايزاكي بقى انا هرشح لك، بصي خدي الابل سيدر، عشان الابل سيدر حلو جدا جدا جدا. ليه بقى؟ اولا هو اول فايده ليه الابل سيدر ان هو بيزود حمض المعده. قلت قبل كده ان خل التفاح هو بخلاصه خل التفاح حمض المعده، طول ما هو قوي بنقدر ان احنا الجهاز الهضمي يشتغل عندنا كويس، الميكروبيوم المعده تشتغل كويس، فنهضم كويس فما يجيلناش انتفاخ، فما يجيلناش مشاكل في القولون، فما يجيلناش امساك، فنحرق فنخس ونشوف وزننا ده على المزاج. الابل سيدر برضو في ماده الاسيتيل كولين اللي موجوده في المورينجا، الماده دي بتسد الشهيه، بتخلي شهيتي بيبقى فيها نسبه فايبر الياف عاليه، الالياف ملهاش اي مشاكل خالص غير ان هي بتدخل جوه الامعاء تنفش جوه الامعاء فتخليكي تاكلي نص وجبه، هو ده اللي انا عايزاه. وبقفل شهيتك بقى عن السكريات، فتيجي بدل ما انت ما كنت بتاخدي على كوبايه الشاي 3 4 معالق سكر، لا تلاقي نفسك ايه ده انا باخد معلقه لحد ما همنعهولك تماما،
تماما. ده انا مهمتي في الحياه، ان انا عايزه كل الناس والله العظيم، كل عائله مطبخ ذات اللي بتتابعني تعرف حاجه مهمه جدا. علماء كتير جدا قالوا ان السكر والملح سم ابيض، سم ابيض. انا بقى بالنسبه لي بضيف عليه النشويات والكربوهيدرات سم ابيض، لانهم بيتحولوا اصلا لسكر جوه الجسم، ما لهمش اي ثلاثة لازمه، ولا فيهم فيتامين ولا معدن الجسم بيستخدمه، غير ان هو عمال يتخننا ويعمل لنا مشاكل في شرايين القلب، ويضعف لنا عضله القلب، ويعمل لنا مشاكل في الكبد، ويعمل لنا مشاكل في الكلى. فيا ريت ناخد بالنا من الموضوع ده جدا. وما تنسيش بقى هديتك يا دودو، مجموعه الشامبو، وانا قلت لك انا عايزاكي تاخدي الابل سيدر، وعايزاكي تاخدي فيتامين د 3 ونقط الحرق. ما تنسيش ثلاث حاجات دول، فيتامين د 3 عشان احنا بقى داخلين على جواز، فعايزين عظمنا يبقى كويس، وفي نفس الوقت انا قلت ان في علاقه وثيقه بين الخسسان وفيتامين د 3، مش هخس طول ما جسمي ناقص فيه فيتامين د 3، تمام؟ تعالوا يلا نطلع فاصل، بس قبل الفاصل ما تنسوش الارقام الموجوده على الشاشه، هي الارقام اللي من خلالها هتقدروا تتابعوني طول الحلقه ونسمع مع بعض المشاكل اللي بتواجهكم في صحتكم، وانا هنا معاكم عشانكم والله العظيم. وكمان تقدروا لو في اي استفسار عن اي شيء انا قلته ممكن تبعتوا للكروب بتاعي على نفس الارقام برضو عشان فيها واتساب، او تبعتوا اسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك، اعملوا فولو واعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد. يعني اي وصفات انا عملتها في الحلقات اللي فاتت او في حلقه النهارده هنزلها على الصفحه، وبرضو اليوتيوب النهار بينزل حلقات عشان اللي بتفوتوا الحلقات. وكمان النهارده بقى ايه، خدت لكم شويه اسئله حلوين من اللي انتم بتكتبوها على صفحه البرنامج عشان اجاوب عليها النهارده. يلا نطلع فاصل، اوعوا تروحوا في اي حته، يلا بينا. صباح الفل عليكم، رجعنا لكم بعد الفاصل، ما تنسوش الارقام دي عشان تكلموني على الهواء مباشره، واسمع حبايب قلبي عائله مطبخ دايت عشان نتكلم في اي تفاصيل تخص مشاكلنا، حتى الاعراض. يعني لو مشاكل عاديه مش شرط تكون سمنه، بشره، نحافه، اي، بس هي ما فيش غيرها بصراحه اللي بتسبب لنا البلاوي دي كلها. وكمان ممكن الارقام تبعتوا للكروب بتاعي برضو على نفس الارقام عشان فيها واتساب، او تبعتوا لهم على الفيسبوك. طب تعالوا بسرعه ناخد سؤال فيسبوك كده عشان حبايب قلبنا ما يزعلوش. زي ما قلت لكم اسئله الفيسبوك بتكتبوها على صفحتنا اللي موجوده قدامكم على الشاشه، عشان كل حلقه بامر الله اربع وخميس هقرا اسئلتكم على الهواء وهقول لكم ايه الحل بامر الله. طيب معايا اميره ابراهيم. اميره ابراهيم، يا دكتور انا عامله عمليه المراره حبيبتي من شهر ونص، ومعدتي بتتعبني خالص من اي اكل، فكنت عايزه نظام غذائي عشان وزني ما يزيدش ويكون كويس للمعده. مبدئيا كده المراره ليها عامل مشترك بان هي بتهضم الفيتامينات والمعادن، تمام؟ طول ما احنا المراره احنا شايلينها معدتنا بتتعب، ما ده اوريدي لان في حاجه عمليه من ضمن عمليات الهضم اللي بتحصل في جسمنا ما بتبقاش موجوده. وزنك ما يزيدش وحاجه كويسه للمعده، يبقى لازم تاخدي الابل سيدر. الابل سيدر حلو قوي، زي ما انا كنت لسه بقول لدنيا اللي كانت بتكلمنا تقريبا من الغربيه، حلو قوي لحمض المعده، وفي نفس الوقت في املاح المراره للناس اللي عامله المراره. الابل سيدر انا برشحها لهم، برشح الناس اللي عندها مشاكل في القولون والمعده، الابل سيدر حلو قوي قوي. طيب عايزين بقى ان احنا ما نزيدش، يبقى ناخد معايا اميره نقط الحرق، دي اول حاجه. ثاني حاجه بقى ان المراره اي فيتامين او اي معادن بتاخديها ما بتتكسرش في الجسم، فعشان كده انا عايزاكي تاخدي المالتي كومبليت، ضروري قوي يا اميره. المالتي كومبليت فيه اكتر من 16 فيتامين، في مغنيسيوم، في كالسيوم، في فيتامين د، في مركب به 6 وبه 3 وبه 12، فمفيد قوي قوي لكل الجسم. وكمان تعوضي ان احنا شلنا المراره فنعوضها بالفيتامينات والمعادن الموجوده في المالتي كومبليت. ده ترشيحي ليكي يا اميره، ومرسي جدا على سؤالك اللي كتبتيه على الفيسبوك. طيب تعالوا نطلع فاصل سريعا ونرجع على طول ونكمل بقيه الاسئله. يلا بينا، يلا بينا. صباح ايه بقى، صباح البسمه حبايب قلبي، رجعنا لكم على طول بعد الفاصل،
ما تنسوش الارقام اللي موجوده على الشاشه، هي الارقام اللي من خلالها هتقدروا تتابعوني طول الحلقه، وكمان بكره بامر الله برضو نفس الارقام. ويعني خلاص مين اللي سجلوها عندكم عشان برضو فيها واتساب، يعني ممكن تبعتوا للكرو بتاعي على طول على الواتساب من خلال الارقام، او زي ما قريت كده. انا قريت سؤال مين؟ انا قريت سؤال استاذه اميره ابراهيم من على صفحتنا على الفيسبوك، عشان كده بقول لكم ايه، هي موجوده هي على الشاشه. اي سؤال زي ما استاذه اميره كتبت، او مدام اميره، او امس او انسه اميره، انا هسمي عائلتي ست البنات، اميره ست البنات. اكتبوا كل الاسئله بتاعتكم، وانا بامر الله كل اربع وخميس هجاوب عليها امامكم، بس اهم حاجه المتابعه سواء معايا او مع الكرو بتاعي. طيب تحبوا ناخد ده سؤال تاني، ولا ناخد في معانا مداخله على الكنترول؟ طب معانا مداخله بقالها كتير، فاحتراما ليها لازم نرد. صابرين من السويس، يا صابرين. الو، ازيك يا صابرين؟ ايه يا دكتوره يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام زي الفل. وانت يعني بصي وطي التلفزيون، لان انا سامعه صدى صوتي مسرسع في ودني. ايه خلاص وطيته. انا ودني بعافيه شويه. بصي انا النهارده جايلك بمشكلتين. جايلي بمشكلتين؟ مشكلتين. بسم الله الرحمن، استفتح النهارده يعني بمشاكل. لا بص، انا احب المشاكل الصحيه جدا، انا باخد خبره منكم كمان، يعني خبره كدراسه وخبره منكم. المشاكل الجديده دي انا بحب اتعمق فيها قوي. طيب قولي لي الاول يا صابرين، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 23. 23، صغننه وحلوه ومقطقطه. قوليتي كمان فرحي بعد 5 شهور، يعني خلاص قرب ما شاء الله. انا بقى عايزه اخس شويه عشان خاطر الفستان اللي انا اجرته ده، وعايزه البسه. حبيبه قلبي، ربنا يا ربي يتمم لك على خير، وهتلبسي الفستان. يا سلام يا ربي حبيبتي. بس يعني كده انا وزني عالي شويه، فعايزاكي تساعديني. طب قولي لي. ها انا وزني يعني حوالي 98. تمام. وطولي 160. وزنك 98 كيلو؟ وطولك 160؟ هو تخنانين جامد. بس معانا 5 شهور، احنا في الامان، احنا في الامان يا صابرين، احنا في الامان ما تقلقيش. قولي لي طيب الدهون فين مضايقاكي؟ بس طبعا من بطن ودراعات والجزء اللي تحت كله، المنطقه السفليه. ودي اصعب منطقه بتنزل على فكره في الجسم، عشان تكوني فاهمه. طيب ال 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 انت ماشيه دلوقتي على اي نظام يا صابرين؟ حاولتي تمشي؟ طيب يعني حاولت بس ما بكملش، يعني تقريبا يومين وبزهق. يومين وبتزهقي؟ ياه خلقك كبير قوي، عندك صبر. فكرتيني باللي بيروح الجيم يومين ويجي كانه عامل ايه، يقول لك ده انا تعبان جدا، بروح الجيم كل يوم، وفي الاخر تلاقيه بيقول لك يومين. انت بتروح الجيم يومين؟ ايوه ده انا. بالظبط، ما انا برضه بطلع الاشتراك وما بروحش. طيب طب بصي قولي لي ايه المشكله الثانيه؟ انت قلتي في مشكلتين، اول مشكله الوزن. ايه بقى خطيبي؟ يعني شو انا دلوقتي عايزه اخس، هو عايز يتخن. هو عايز يتخن؟ اه. طب والله ده انتوا بتعملوا تيم حلو قوي. يعني هو ايه، رفيع قوي يعني؟ رفيع جدا، 50 كيلو. يا لهوي. لا عنده كام سنه؟ عنده حوالي 25. صغير. وطوله قد ايه؟ انا عايزاه يشيلني بقى، ما خلاص. طوله قد ايه؟ طوله يعني حوالي 180. ده طويل، طويل ورفيع قوي. ليه كده؟ عشان ما يبقاش ليه حجه، انت يقول لك انت مليانه، اقول له اسم الله ما انت شايف نفسك عامل ازاي؟ عشان التنمر ده انا بشوف كتير في المشكله بقى ان هو اللي بياكل كتير جدا، يعني انا اصلا اكلي مش كتير، هو بقى اللي بياكل كتير جدا. بياكل كتير جدا. طب لعلمك بقى الرفيع ده اللي بياكل كتير وفرحان انه ما بيتخنش، ده عنده دهون على الكبد. لان انا كنت قايله ايه، في ناس هتقول ايه يا دكتور الكلام ده، انت قايله لنا اللي عنده كرش، انت قايله اللي عنده مقاومه انسولين، انت العيله اللي عنده بياكل سكريات. طيب ال 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 اللي بياكل محمرات، اللي بياكل نشويات، اللي بياكل سكريات، خدوها قاعده كده، وما عندهوش لا كرش ولا جناب، وانا زي القمر وحلوه وباكل كتير جدا جدا وما بتخنش، وباكل جانك فود وباكل اكل من بره، وما عنديش حتى كرش لا ترى بالعين المجرده، والله عنده فاتي ليفر. لو راح عمل، لو رحتي يا صديقتي الجميلة اللي بتاكلي وما بتتخنيش، عملتي تحليل الترايجليسرايدز دهون ثلاثية، هتلاقي كبد عندك دهني، لأن كل الزيوت المحمرة، النشويات، السكريات، وهذه السموم كلها بتروح فين؟ بتروح فين؟ بتروح الكبد، لأن الكبد هو العضو الوحيد اللي بينظف السموم دي. كل ما تاكليها بشراهة يقدر
يحرق اللي يقدر عليه ويرمي لي الجهاز الليمفاوي، وجهاز الليمفاوي يصرفه لنا، واللي ما يقدرش عليه يخزنه عنده في الكبد. فاحنا كلنا شوفوا معرضين حتى الرفيع. فهو لازم يتخن بصوره صحيه. هو كولد هيبقى عنده الجروس هرمون في الارض، جروس هرمون هو اللي بيبني عضل. الجروس هرمون مفيد جدا للي عندهم نحافه، ومفيد جدا للناس اللي عايزه تخس. الجروس هرمون بيعلي الحرق فنخس، الجروس هرمون بيبني عضل فنتخن. فهنلعب عليه لعبتين. لازم بيبقى يعني الجروس هرمون لما نيجي نتخن بنحط معاه مواد معينه، والجروس هرمون لما نحب نحرق دهون بنحط معاه مواد معينه. انت معايا يا معاكي حبيبتي يا صابرين. فبصي يا صابرين، انا عايزاكي تاخدي الجرين كوفي القهوه الخضراء، سامعاني؟ تمام. عايزاكي تكتبي الكلام ده، وعايزاكي تكتبوا ورايا، نسيت اقول لكم الورق والقلم واكتبوا الحاجات دي. هتاخدي القهوه الخضراء، القهوه الخضراء حلوه جدا، ماده الكافيين اللي فيها، مضادات الاكسده اللي فيها، هتخلي شهيتك بتتقفل مع ان انت بتحرقي دهون. ولو عندك مشاكل في القولون بتعالجه حلو، او لو عندك مشاكل في المعده وعندك امساك بيعالج القهوه الخضراء، بتعالج الموضوع ده جدا. فهتلاقي وزنك بينزل بصوره حلوه قوي كل اسبوع، من اسبوع 10 ايام هتلاقي لا بتنزلي رقم رقم رقم. فما تقلقيش، انت في 5 شهور هتنزلي الرقم اللي انت عايزاه. انا عايزه انزل 25 كيلو، هنزلهم لك والله لا تنزليهم. فهتاخدي الجرين كوفي، وهتاخدي معاه عشان انت عروسه وهو كده كده دي معانا هديه، هتاخدي مجموعه الشامبو والليسيون دي هديه عشان لسه ما قفلناش ال 100 متصل. وعايزاكي تاخدي نقط الحرق دي، لازم نقط الحرق يا جماعه، بخلاصه اعشاب الدندليون وبخلاصه بذور الكتان والكرفس. البذور دي بتساعد ان احنا نحرق يعني نعلي حرق جسمنا طول الوقت. في حاجات بتخلينا ان جسمنا يبقى على طول في ماشينة حرق، بس بتبقى من 5 لـ6 ساعات. دي مش هتنفع مع اللي زايدين 3-4 كيلو، لا، انما اللي زايدين كيلوهات لا، عايزين 24 ساعه بيحرقوا، مش 24 ساعه مش هبالغ يعني، بس مش اكتر من 16 ساعه نحرق. فانا عايزاكي تاخدي الجرين كوفي وتاخدي مجموعه الشامبو الهديه، ما تسيبيش الهديه، وقولي لهم عايزه نقط الحرق دي اول حاجه. وعايزاكي بما اننا احنا عرايس، عايزاكي تاخدي المالتي كومبليت يا صابرين عشان الفيتامينات والمعادن اللي موجوده فيه، نلحق نحافظ على شعرنا على بشرتنا. في حاجه كمان معادله مشتركه، ان فيتامين د اللي موجود في المالتي كومبليت بيساعد معانا في الخسسان. فيتامين د قلت ان هو اسمه بري هرمون، العلماء هناك في دول اوروبا وحتى في افريقيا قالوا ان الفيتامين د 3 هو المسؤول عن هرمونات الجسم. طول ما في فيتامين د 3 جوه الجسم وجوه الدم، انا حرقي عالي. حرقي عالي يعني الجروس هرمون عالي، لان هو المسؤول عن الهرمونات، فهرمون النمو هرمون، فعشان كده فيتامين د اسمه بري هرمون. طب انا عندي هرمون الدوبامين، ده هرمون السعاده، هرمون اللي بيخلي يقول للكورتيزول هو هرمون الاسترس، امشي اطلع بره، انت ايه اللي جايبك هنا؟ اللي موقفك في الحوش؟ اطلع يلا على فصلك. فهرمون الدوبامين يعلى بسبب ان فيتامين د 3 موجود. طب هرمون الدوبامين يا دكتور لما يعلى والجروس هرمون يعلى بسبب فيتامين د 3، ايه اللي بيحصل؟ بحرق من دهون المختزنه في جسمي، وفي نفس الوقت هرمون الدوبامين لما بيعلى بيقلل لي الاسترس اللي موجود. وطول ما في استرس، الاسترس ده بيرفع معانا هرمون الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه، لو اترفع بمعدل زايد مش حلو خالص، بيوقف متلازمه الايض، وهو من احد الاسباب اللي بيعمل انسولين ريزيستنت، مقاومه الانسولين. فدي كده في عجاله لخصت لكم فيتامين د مهم قد ايه. ده انا عايزه 20 حلقه بس عشان اقول لكم فيتامين د مهمته ايه. فعشان كده عايزاكي تاخدي المالتي كومبليت لاحتوائه على 16 معدن من ضمنهم فيتامين د 3. وفي ماغنيسيوم، الناس اللي عندها مشاكل في عضله القلب، الناس اللي سابقا جات لها تصلب شرايين، الناس اللي جات لها ضعف في عضله القلب، خدوا ماغنيسيوم. اوصيكم بالماغنيسيوم، اوصيكم بالبوتاسيوم. الناس اللي عارفه ان هي عندها فاتي ليفر، كبد دهني، اوصيكم بالسيلينيوم. خدوا بالكم لان في حاجه اسمها السيليوم وفي السيلينيوم اللي انا بتكلم عليه، السيلينيوم اوصيكم بيه. كل ده موجود في المالتي كومبليت. فاي حد بيخس يعني، انا قلت لك يا صابرين القهوه الخضراء، تاخدي المالتي كومبليت، ده ضروري قوي 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 عشان ننظف حتى اللي احنا عملناه، المخزون الدهني او المخزون السمي اللي احنا دخلناه جوه جسمنا، بيبقى متحوش في الكبد وبيبقى متحوش في الكلى. حتى الجهاز الليمفاوي لو راح له سموم ما قدرش يتخلص منها، هيقعد لك على جنب كده وفرحي بقى بشبابك.
عيا 24 ساعة. الجهاز الليمفاوي هو الجهاز المسؤول عن لم السميات بتاعة الكبد والكلى والمرارة والحصوات والكلام ده، وبيروح يرميها في الافنكافا عرق ورا القلب. لو ضعف على الله السلامة، خلاص كده هيجي لنا بقى أمراض مناعية وهيجي لنا لا قدر الله كانسر. فعشان كده بقول لكم خدوا بالكم من الموضوع ده جدا. الجهاز الليمفاوي اللي نقويه ازاي يا دكتور؟ بالسيلينيوم وفيتامين سي وفيتامين ب، مركب ب كامل موجود في المالتي كومبليت وموجود في المورينجا وموجود في القهوه الخضراء، فده حلو قوي ليكي يا صابرين. بالنسبه بقى لخطيبك، عشان هو وزنه رفيع جدا، هو عنده على فكره عشان تكوني فاهمه عنده هرمون النمو، هرمون النمو واقع في الارض، فانا عايزاه ياخد الويت جين في 85% بروتين، هيعلي معانا الجروس هرمون فهيتخن بشكل صحي ويبني عضل، بس هو ده اللي انا عايزاه ياخده. وياخد معاه زي ما انت خدتي المالتي كومبليت، هو كمان ياخد المالتي كومبليت معاه. ليه؟ علشان عنده دهون على الكبد، مش معنى انه رفيع يبقى ما عندوش دهون. وانا قلت لكم طول ما بناكل زيوت، كل ما بناكل سميات، طول ما بناخد نشويات هيبقى فيه دهون على الكبد. المالتي كومبليت في السيلينيوم هو اللي بينظف السميات اللي موجوده في الكبد. المغنيسيوم هو اللي بيروح لشرايين القلب يفتحها يضخ الدم ليها لو فيها دهون موجوده على شرايين القلب. لو عضله القلب ضعيفه المغنيسيوم بترخي عضلات القلب. فانا عايزه اخد الويت جين حلو قوي مع المالتي كومبليت، انتوا الاثنين، عشان حتى انتوا داخلين على حياه جديده وجواز، فصحتكم تبقى كويسه وتنجبوا اطفال اصحاء، وده اهم حاجه عندي. طبعا ما تنسيش الهديه بتاعتك ليكي بقى، هو مش هياخد مجموعه الشامبو، انت هتاخديها عشان هو هيعمل ايه بالشامبو، انت خديها وبحطيها بقى في جهازك بقى واستخدموها ايه بعد بامر الله لما تتجوزوا. وعايزاكي تبعتي لي دعوه فرح عشان اشوف الفستان اللي انت اخترتيه دخل مقاسك ولا لا، وانا بوعدك يعني. ويا ريت يعني لما تطلبي اللي انا رشحته لي فيكي ولخطيبك للقروء قولي لهم انا حابه اتابع انا معاكي يا صابرين بنفسي. طيب تعالوا، طب ناخد بسرعه سؤال ولا تعالوا نعمل الوصفه بسرعه بتاعتنا، وهي وصفه حارقه لدهون البطن. الوصفه عباره عن معلقه من الشاي الاخضر. الشاي الاخضر على فكره ممكن العادي اللي موجود، بس اللي انا بحبذه يعني موجود برده، ممكن تطلبوه من الكرو، حلو قوي انا بستخدمه. ومعلقه من القرنفل ممكن تجيبوه من اي مكان مع عندكم في البيت، وجنزبيل باودر. طيب تعالوا نشغل بسرعه الكاتل. شويه ميه دافيه دي بتعمل على ايه يا دكتور؟ حرق دهون البطن، بتساعد معانا ان احنا نشغل الجهاز الليمفاوي، بنشغل المعده، بنشغل القولون. الناس اللي عندها امساك الوصفه دي حلوه جدا. الناس اللي عندها مشاكل في القولون مفيش مشكله، ممكن تشربوها. الناس اللي عندها مشاكل في الضغط برضو مفيش مشكله، اشربوها. لو في حاجه في الضغط هتلاقيني بقول لكم يعني. فاحنا معانا كاسه اهو، ومعانا شاي اخضر، اعشاب شاي اخضر زين مطحونه، ومعانا قرنفل وجنزبيل باودر. طيب نبدا نعمل ايه؟ هنحط معلقه من الشاي الاخضر في الكاسه بتاعتنا، وصفه عاديه خالص. هنحط معلقتين، ودي ممكن تتشرب على الريق او تتشرب بعد الفطار، بس انا افضل 3 مرات في اليوم، اشربوها 3 مرات في اليوم هتدعوا لي. يبقى اميره برضو اللي كانت عايزه حاجه، اشربي ده اميره حلو قوي للمعده. حطينا 2 لـ3 معالق شاي اخضر مطحون، هنحط القرنفل، هنحط كل اللي موجود لان هم يا دوبك حاطين لي فتافيته خالص. القرنفل حطوا 2 معالق من القرنفل. القرنفل فيه مضادات اكسده، القرنفل بيرفع حرق الجسم فحلو جدا جدا لدهون البطن. وبعد كده جنزبيل باودر، بناخد 2 معالق الشاي ممسوحه، تمام؟ يبقى احنا كده حطينا جنزبيل باودر، حطينا اخلطوهم بس كده، اعشاب الشاي الاخضر تكون مطحونه، وقرنفل. القرنفل مهم قوي قوي في الوصفه دي، هو اللي بيخلي الوصفه دي يعني تمتص في دهون البطن. وتشربيها على الريق، وبعد ربع ساعه افطاري. هتلاقي ان انت مش قادره تاكلي، هتلاقي لو عندك مشاكل في الامساك، لا هتلاقي الدنيا بقت كويسه ودخلتي التواليت حلو جدا. لو عندك مشاكل في القولون حلوه جدا. وانا انصح بيها ان احنا نشربها 3 مرات في اليوم، بس ما نكترش لمده اسبوعين، ونوقفها اسبوعين ونرجع تاني. يعني ممكن نعمل على هذا الشيء. الحالات بتاعتي حالات عائله مطبخ دايت،
والحالات الجديده ممكن تعملوها مع الكورس هتفيد معانا قوي، وهنخسر وزن زياده. يعني احنا لو بنخسر على الكورس، وده مني حقيقي، 10 كيلو مثلا في الشهر مع الوصفه، وان انتوا تبقوا متابعيني في الوصفات اللي كل مره بعملها لازم نغير الوصفات عشان الجسم بيبقى خد خلاص على الوصفه القديمه، فمش هيخس عليها بقى وبيلعب علينا، بس احنا ايه ده، احنا قداد، احنا فاهمينه. فايه بدل ما كنا نخسر مثلا 10 كيلو في الشهر، لا نخسر 12 مع الوصفه. فيعني بقى انا بحب برضو الحالات بتاعتي تاخد برضو معاها الوصفه، انما الوصفه لوحدها هتخسسي كيلو 2 كيلو، انما 10 و20 دي مش ما تحلموش، عشان بس ايه اللهم بلغت. طيب عشان وقت حلقتي خلص، الكاتل تقيل بطريقه مش عارفه، تعالوا يلا نصبه. يلا اهو يا جماعه انا حطيت لكم الميه، الكاتل تقيل جدا بس حلو، يلا عشان ابني كتله عضليه عضل. بصوا خلاص انا قلبتها، دمتم يا رب بالف خير بالف هنا، اللي عايز يصفيها يصفيها مفيش اي مشكله. ادي الوصفه اهي، شربوها ثلاث مرات لمده اسبوعين وتوقفوها اسبوعين وترجعوا لها تاني. دمتم يا رب بالف خير، انبسطت جدا معاكم، يا رب اكون كنت خفيفه على قلوبكم. ما تنسوش الارقام اللي موجوده على الشاشه، تقدروا كمان بعد الحلقه تتواصلوا معايا او مع الكرو بتاعي، او تبعت لهم على نفس الارقام واتساب، او تبعت لهم برضو على الفيسبوك. انا بشوف اسئلتكم بنفسي وبكتبها وبجاوب عليها بامر الله كل اربع وخميس، فاستنوني بكره بامر الله يوم الخميس على شاشه النهار الساعه 11 صباحا في مطبخ دايت. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. السلام عليكم.